الاكس بيدلعك بيقول لك ايه؟ ايه؟ الاكس بيدلعك بيقول لك ايه؟ لا لسه ما فيش والله. ما كنت بتقول لاحمد عادي يعني. ما عنديش اكس. قلب امك. طب صاحبتك بتقول لك ايه طيب؟ بيبي. بتقول لي بيبي. على حسب الوقت بقى فاهم، لو بالليل يبقى قالوا له، بالنهار على. اسمي امير المصري وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. طب في وقت الخناقات بتقول لك ايه؟ جزمه. انت ديت يا جزمه. صاحبتي بتقول لي كلام كتير بس ما ينفعش اني اقوله. تقول لي يا قلبي. مفيش دلع. لا في كتير، في اللي بتقولي لوما وفي اللي بيقول بيبو يعني. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. يعني ايه بيبو؟ دلع هندي الكارينا كابور، وعشان انا بحبها قوي صحابي كانوا بيدلعوني بدلعها بس. ليه والمصريين مالهم؟ يا حبيبي. طب لو صاحبتك بتقولك يا بيبي، امال مامتك بتقولك ايه؟ لا ده بتطردني برا البيت دي. ما بتقولش حاجة خالص، بطلت تكلمني. عندك اخوات بنات؟ عندي 3. حد فيهم مرتبط؟ بتحسي بايه؟ هي اللي بتحس بايه؟ انا مش عارفه. انت بتحس لما ماما بيتكلموا في التليفون كده بيتوتوا كتير كتير كتير، انت بقى انت قاعده جنبهم كده ايه شعور؟ عادي ببقى مبسوطه، واحيانا انا باخد خطيبه اسلم عليه. ايه؟ ببقى مبسوطه، واحيانا انا باخد منها التليفون عشان اسلم على خطيبها. هو يا اخوكوا بر؟ لا هو اخويا فعلا. كنت مصاحب وسبتها ليه يا صاحبي؟ طلعت واطيه. اتخانقتي معاها وسبتها. عدبعتها عشان انا تتخانق مع صاحبتك؟ قلت لها يلعن ابو اللي جابك يا بنتي الكلبه. يلعن على ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. الملك للمالك كسلك يا اللي مسالك يا دنيا ايه مالك ملطشه معايا مع اني ابن حلال خلوني امشي شمال اصل الصحاب امداد. الله الله، برافو حبيبي، برافو حبيبي.